بما اننا اتفقنا ان احنا خايفين على صحتنا وان انا هقول لكم ايه الحاجات الصح اللي نعملها عشان نحافظ على صحتنا، فالنهارده جبت لكم معايا دكتور احمد ابو باشا اخصائي تغذيه علاجيه. والحقيقه انا واحمد تيم بنشتغل مع بعض بقالنا سنين، شفنا الاف العيانين، اللي عايز يخس واللي عايز يتخن، اللي عامل عمليه، اللي عنده مشكله صحيه ومش عارف ياكل ايه. فقررت ان انا واحمد النهارده هنقول لكم على كل الحاجات الغلط اللي بتعملوها وايه الصح المفروض نعملها عشان نجاوب على كل الاسئله في بالكم عشان حياتكم تبقى احسن. ازيك يا دكتور احمد؟ اخبارك يا دكتور؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ انا تمام، مبسوطه ومشرفني معايا. مبروك على الحلقه، مبروك على البرنامج كله. مشرفنا في البرنامج يا دكتور ربنا يخليك يا بحر، ربنا يخليك. يلا نبدا كده. الناس تاكل ايه؟ الناس دايما تسال ياكلوا ايه؟ يعملوا ايه؟ بصي، هو الاكل فطره، يعني الاكل موجود عشان اللي بيزعل بياكل، اللي بيفرح بياكل. لو احنا بنحتفل باي مناسبه يبقى فيها اكل، يعني الاكل مرتبط بالمناسبات. تمام. فهتلاقي كل واحد مثلا هو مبسوط فبياكل حاجه معينه زي الحلويات مثلا، فرحان بياكل مثلا مخللات، بياكل حوادق، في حاجات غريبه في الاكل كده هو بيحب ياكلها، بيتلذذ في الاكل بتاعتها. فاحنا بنحب ان احنا ننظم الموضوع ده، هو ياكل ايه، ياكل امتى، ياكل ازاي، الحاجات دي كلها. هي دي بقى النقطه اللي العيانين دايما بيبقوا عايزين يسالوها، ناكل ايه، امتى، ايه الصح، ايه الغلط، لان الموضوع بيدخل في بعضه بيبقوا مش عارفين يعملوا ايه. بالظبط، هو لازم نظام هو يمشي عليه. أوكي. هو عارف مثلا هو الصبح لازم يفطر ايه، يبقى محدد الوجبات بتاعته طول اليوم، هيعملها ازاي، كل وجبه فيها ايه العناصر الغذائيه اللي هو محتاجها، محتاج جسمها أوكي. جسمه ليها. مثلا وجبه الفطار لازم تبقى وجبه متكامله، فيها البروتين وفيها النشويات وفيها الدهون الصحيه، فيها الخضار، فيها الفاكهه، كل حاجه. النقطه دي عايزين نحددها عشان كل الناس بتبقى فاكره دايما ان في حاجات ممنوعه تماما ما ينفعش ناكلها او محرمه علينا، وده حقيقي انا بستغربه جدا. احنا ما فيش حاجه معينه ما ينفعش ناكلها، المفروض ناكل كل حاجه بس نبقى عارفين ايه اللي ناكل، ايه منه كتير وايه منه قليل، ايه الروتين في حياتنا وايه اللي ما ينفعش يكون روتين. هو الموضوع محتاج لنا كده ترتيب مثال بالظبط. الدنيا يعني مثلا يعني في ناس كتير قوي لما بيبقوا في العياده عندنا بنقول لهم مثلا طب كل مانجا، طب ايه ده، هو المانجا دي مش غلط، هو المانجا دي لا، واكتشف ان هو مثلا بياكل مثلا شوكليتس مثلا عادي، بس المانجا هي اللي بس غلط المانجا يعني، من المحرمات او البلح مثلا بالظبط، مع يعني. ان هي حاجه طبيعيه، ما بالظبط دام اي حاجه طبيعيه ربنا خلقها، فبالنسبه لي لا، ممكن اكلها عادي بس بالظبط. بكميات معينه، اكلها امتى، هي دي النقطه. الحقيقه انا في جمله بحب دايما اقولها لكل العيانين، مفيش حاجه اسمها انا هعمل نظام اكل او نظام دايت وامشي عليه حياتي، العكس هو اللي صح، انا حياتي ماشيه ازاي واعمل عليها ده، لان مستحيل هتغير نظام حياتك اليومي كله علشان تمشي على نظام اكل عشان في الاخر توصل لهدف معين، وده مش صح. انت المفروض هتكمل كتير بعدين، يعني بعد ما تخس او تزيد في الوزن لو انت عايز تزيد وتوصل اللي انت عايزه، هتكمل لوحدك ازاي؟ هو ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه، تغيير العادات الغلط ونمط الحياه وتفكيرنا عن الاكل. فانت مهم جدا ان انت توظف ده على حياتك، طريقه حياتك ماشيه ازاي. قول لهم كده شويه حاجات من اللي بتحصل يعني معانا مثلا في العياده. زي ما انت قلت يا دكتور، يعني مثلا واحد مثلا يقول لك انا 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 شغلي بالليل والمفروض بالزبط. وبنام، هو شيفت عنده شيفت بالليل مثلا، هو بينام الصبح. ففي دكاتره مثلا او في هو في اعتقاد غلط بيقول لك طب انا ممنوع اكل بالليل عشان ما تخنش، ويجبره ان هو لازم تقوم الصبح الساعه 9 عشان تفطر، بالظبط وهو كده، اكيد مش هيعمل هو كده. مش هيصحى الصبح يفطر بالظبط، ويكمل مش بقيه عشان يومه الدكتور، عشان مش هيعمل بالظبط كده يطبق خالص. لتاني يوم عشان شغله مثلا. صح، لا، هو الصح مثلا ان انت تنام عدد ساعات معينه، وتوظف يومك زي ما انت قلت، توظفي الدايت بتاعك على اليوم بتاعك مثلا. بالظبط بس في حاجات غلط ممكن تتغير، يعني مثلا كده. واحد ما بيقوم متعود ان هو ما بيفطرش الصبح، لا، هو لازم يفطر، لازم يعود نفسه ان هو لازم يفطر الصبح. وموضوع الفطار ده تعود، يعني هي عاده هتبتدي تتعود عليها، هو أوكي. طول حياته حتى مش لو عارف. حاجات بسيطه مثلا هو مش بالظبط، متعود ياكل احنا كتير بنقول فاديله حاجات بسيطه. بالظبط حتى لو تمرتين ثلاثه مثلا، دي بالظبط بدايه يومه كده، مثلا، هو مش جايله نفس يفطر، بس التمرتين ده هتخليه مثلا بعديها بكام ساعه يبتدي ياكل تاني، بالظبط كده. فاهماني؟ زي مثلا في العياده بنقول للناس كلها حاول تعمل لانش بوكس، يعني اللانش بوكس ده مش للصغيرين بس، هو للكبار كمان. على فكره بيقعدوا يضحكوا قوي لما نقول لهم يا جماعه اعملوا لانش بوكس معاكم او خدوا اكل معاكم بدل العك اللي بتعكوه في الشغل، يعني الاول بيتخضوا ايه ده، ناخد اكل معانا ونجيب لانش بوكس، وبعد كده بتبقى حاجه لطيفه، هم بالظبط، ودي بيتعودوا على ده اصلا. وحاجه بتفيدهم، يعني مثلا هو واحد في الشغل هو قاعد 8 ساعات ما بياكلش اي حاجه، هو بالظبط يبتدي يصدع، يبتدي يهبط شويه، فلما يبتدي يظبط الاكل بتاعه ياخد معاه مثلا لانش بوكس كل 4 ساعات بياكل حاجه صغيره، لا، بتحسيه ابتدى شغله يبتدي يبقى احسن، بيبقى بيركز مركز. اكتر، الصداع يبتدي يقل، بتجبره انه يبتدي يشرب ميه، فيبتدي بالظبط، يركز على موضوع الميه اكتر. وما يروحش اخر اليوم يبقى عايز ياكل الاخضر واليابس كله لانه قاعد اليوم كله طبعا ما بياكلش، فبيروح يبقى غول متوحش عايز ياكل كل حاجه قدامه بالظبط يعني. كده، بالظبط. اوكي. تنظيم النوم نفسه، ان هو مثلا تنام عدد ساعات معينه بانتظام عشان بالظبط تعرف تاني يوم تبتدي تعمل شغلك، بالظبط فده كده. مهم جدا.
تمام. بس طيب قول لهم بقى أهمية إن الأكل لوحده مش أهم حاجة، بس إحنا الأكل، المية، الحركة، الصحة النفسية، كل الحاجات دي مهمة جدا عشان نوصل أصلا للهدف اللي إحنا عايزين نوصله. هي عادات، يعني هي عادات، يعني هو أسلوب حياة في الآخر. يعني في ناس كتير قوي بتيجي لا أنا منظم أكلي كويس جدا بس أنا ما بشربش مية، ما بتحركش. حتى لو عايز يخس مش هيخس، هو لازم يكون منظم الأكل بتاعه، ينظم المية بتاعته، يبتدي يتحرك. زي ستات البيوت بيقول لك مثلا طب انا بنظف البيت طول اليوم بعمل شغل البيت فانا كده بعمل رياضه. لا، هي مش رياضه، هي مجهود. هو انت الرياضه ان انت تنزل تمشي او تلعب رياضه، بس احنا بنحفزهم واحده واحده، يعني لو ما بيعملش حاجه خالص واحده واحده اتحرك بالظبط. بس مثلا لو هو مش بيحب مثلا مش لازم ننزل جيم بالظبط، او ممكن نعمل رياضه انا بحبها، العب تنس، يعني امشي في التراك، اجري اي حاجه، نط حبل. البوينت دي بالذات مهمه علشان الناس كلها رابطه ان الرياضه انا لازم انزل جيم. يا جماعه والله اعملوا الاسهل وبعدين نبقى نروح الجيم ان شاء الله في الاخر، يعني الاسهل هو بيحبه بالظبط، يعني عشان بس يعرف يكمل عليه بعد كده، ممكن بالزبط. تبقى هوايه بالنسبه له. في نقطه بقى مهمه جدا عايزه اتكلم فيها، الناس بقى كلها ابعتي لي الدايت اللي بيخسس 10 كيلو انا وبنت خالتي وبنت عمتي هنمشي عليه. الكلام ده يا جماعه مش صح خالص. مفيش حاجه اسمها كلنا احنا 3 4 هنمشي على نفس الدايت عشان نخس 10 كيلو ولا 20 كيلو مش عارفه ايه، مفيش حاجه اسمها كده خالص. يعني مشكله في الكلام، يعني مشكله جامده جدا. بالظبط، يعني انا بشوف في العياده مثلا بكون قاعد بكتب الدايت للبيشنت، لا وانا بكتبه يعني مش بديلها حاجه مطبوعه مثلا بالظبط، فاكيد الدايت ده متفصل عليها هي بالظبط، فتاخد الورقه تقول لي طب انا هاخد دي هديها لماما بقى تمشي عليها بالظبط. لا ماما غيرك، شايفين العيله كلها تمشي عليه، هديها بقى لبنتي والماما والبنت خالتي وبنت عمتي والكلام ده كله. لا هو كل واحد ليه حاله، يعني مثلا انت طريق يومك غير يومها، حالتك الصحيه غير حالتها الصحيه بالظبط كده. نظام انت بتحبي حاجات معينه هي مش بتحبها مثلا، يعني مش ورقه مطبوعه للكل يعني بالظبط. فانا بكتب انا لما قعدت معاكي وبكتب لك الدايت، مع ان هو حاجه مرهقه بالنسبه لي ان اقعد اسالك واظبط لك الدايت واكتب لك الدايت والحاجات دي كلها، ممكن اديكي ورقه مطبوعه مثلا بالزبط. لا انا بكتب لك الدايت، بتفطري ايه، بتتغدي ايه، بتتعشي ايه، طب انت بتحبي ايه، احط لك ايه في الدايت بتاعك، اشيل لك ايه. فاكيد ماما غير بالظبط، اكيد ماما مثلا ممكن مثلا عندها ضغط، عندها سكر، فليهم دايت تاني متفصل عليهم بطريقه تانية بالزبط. غير بنتها مثلا لو لسه صغيره محتاجه عناصر غذائيه معينه، مثلا مرحله نمو محتاجه يركز على حاجات معينه، ما ينفعش تبقى زي مامتها بالظبط كده. بس دي البوينت والله اللي نفسي الناس تفهمها. مفيش حاجه اسمها اولا لا استسهال، بعض الدكاتره بتدي ورق مطبوع امشي 3 4 عليه، لا هو كل واحد فينا حالته غير التاني، حتى لو الاثنين اصحاء، الاثنين نفس الوزن، الاثنين رجاله او الاثنين ستات، مفيش حاجه اسمها ورقه وكل يمشي عليها عشان يخس نفس عدد الكيلوات، لا الكلام ده مش صح يا جماعه، بليز يعني حاولوا تفهموه اكتر من كده. يعني مثلا حد برده بيلعب رياضه معينه او بيركز في الجيم او بيركز، فالدايت بتاعه غير واحد قاعد في البيت ما بيتحركش، قاعد بيتفرج على التلفزيون طول اليوم، اكيد هكتب له دايت غير التاني. صح. التاني مثلا بيقعد كل يوم ساعتين في الجيم فمحتاج كميه اكل معينه غير أكيد. التاني خالص بالظبط كده بالظبط. طيب في نقطه تانية مهمه، عشان في موضه طالعه كده الناس كلها عايزه تعمل كيتو دايت، وهنبقى نتكلم طبعا اكتر في حلقات تانية على انواع الانظمه الغذائيه المختلفه. انا ما بحبش كلمه دايت الحقيقه، بحب كلمه نظام غذائي، ما فيش حاجه اسمها دايت. بس الناس كلها بتمشي ورا كلمة أو معلومة معينة وما بتصدق بقى، لو كلنا عايزين نعمل كيتو دايت، كلنا عايزين نعمل صيام متقطع، قول لهم بقى يعني مثلا إيه؟ في ناس بتيجي في العيادة عايزة كيتو دايت، بقول له طب أنت بتحب مثلا تاكل حاجات فيها دهون عالية، بيقول لي لا. طب أنت مثلا لو شلت لك الفاكهة بالزبط. لا ما أقدرش، ويبقى مصر هعمل كيتو دايت. طب أنت الكيتو مش هتاكل فيه فاكهة، مش هتاكل فيه حاجة مسكرة، لا مش هعرف. طب خلاص يبقى انت مش عايز كيتو، انت مش مناسب ليك الكيتو، مش مناسب لي. والكيتو عامه بص، هو اي نظام غذائي، هو النظام الغذائي الصح ان انت تاكل كل حاجه بالزبط. تاكل نشويات، بتاكل بروتين، تاكل فاكهه، تاكل خضار، تاكل كل بقوليات معينه، فانت ده الدايت الصح، ده الدايت اللي انت تكمل عليه. ممكن في النص تفصل شويه عشان برضو لو حد عايز يخس كويس يشيل حاجات معينه، بس هنرجعها تاني بالظبط. يعني كيتو مفيش مشكله منه، بس مش لفتره طويله بالزبط. يعني مثلا ممكن يقعد اسبوعين ثلاثه بيعمل كيتو، بعد كده يرجع يدخل حاجات مثلا زي الفاكهه. ان الكيتو طبعا هو فكرته ان احنا بنعتمد اكتر على الدهون والبروتين بالزبط. والخضار، مفيش قصاده مفيش فاكهه مفيش سكريات مفيش نشويات، فكل ده غلط. زي الصيام المتقطع، واحد مثلا بيقول لك طب انا بقعد اليوم كله تقريبا في الشغل، فاكيد مش هعملك صيام متقطع واقول لك مثلا تقعد 16 ساعه صايم بالظبط. هو اصلا بينام مثلا الفجر، فاقول له مثلا من الساعه 6 وقف اكل، طب ما هو اكيد هيجوع بالليل، ممكن يستحمل اسبوع اسبوعين ثلاثه بس مش هيعرف يكمل عليه بالظبط كده. انسب دايت ليك ان انت تعرفي تكملي عليه، يعني انا صح. كمان شهر شهرين كمان سنه انا بنفس الدايت،
او نفس النظام الغذائي اللي انت قلتي عليه. هذه النقطه المظبوطه، لو انا بعد ما سبت الدكتور وصلت اللي انا عايزه، انا هو ده اللي فهمته، انا اكل ايه امتى وايه منه كتير واكمل عليه لوحدي، مش ورقه مطبوعه افضل ماشي عليها على طول. هتخسي حاجه 20 كيلو مثلا في 3 شهور هترجعهم تاني بسرعه. بالظبط كده صح. طيب في حاجه تانية بقى مهمه جدا يا جماعه، وهي ساعه الفصلان بتاعت بالليل اللي كلنا بنحبها جدا، او بنسميها المي تايم، لما البيت كده كله ينام وتبقى خلصت شغلك وخلصت كل حاجه وعايز تفصل بقى ومحتاج تدلع نفسك قوي في الساعه دي. الحقيقه كلنا بنبقى بنتمنى الساعه دي في اليوم، عشان هي اللي بنفصل فيها عن كل حاجه، وبنبقى عايزين نعوض فيها بقى، نعمل فيها كل حاجه، ناكل اي حاجه احنا نفسنا فيها، بتفرحنا، بتطبطب علينا، نشرب حاجه، نتفرج على فيلم. فقول لهم كده ممكن يعملوا ايه في ساعه الفصلان دي بحيث ما نبوظش قوي الدنيا وتبقى الدنيا تمام. بصي يعني هي انت بتقولي حاجه مهمه جدا، يعني موضوع ان هو يعني كتير قوي بيجوا مثلا واحده تقول لي انا نايمت العيال مثلا ونمت جوزي والكلام، وقعدت اتفرج قدام التلفزيون بقى يا جماعه، بس اشغل التلفزيون اجيب المكسرات واجيب الشوكليتس والحاجات دي كلها تقعد تاكل فيها. اوكي، هي مشكله ان انت الاكل بالليل خصوصا لو حاجات فيها سعرات حراريه عاليه دي غلط. اول حاجه مش بتخليكي تنامي كويس، بتاثر على القلب، بتخليكي تاني يوم ادائك في اليوم كله او في شغلك قليل جدا. فحاولي تنقي برضو الاكل بالليل اللي يشبعك. لا مش هقولك ان انت هتنامي جعانه، بس تحاولي تاكلي حاجات صحيه تبقي نايمه شبعانه وتبقي نايمه مبسوطه منها، وفي نفس الوقت ما تتخنكيش او ما تاثرش عليكي، زي مثلا ممكن الفاكهه، زي البروتين مثلا، زي ان انت مثلا ممكن تاخدي مكسرات، او ممكن تدخل مكسرات بس تبقى كبشه كل يوم مثلا، تبقى مكسرات نيه برضو مش متحمصه. ولازم نفصل بين الاكل والنوم على الاقل ساعتين. مش هاكل وادخل على السرير على طول ونتقلب ننام على طول، ودي يعني على السرير على طول بالظبط كده. لازم اقعد ساعتين انا بهضم الاكل اللي انا اكلته ده كله عشان اعرف انام، لكن هاكل وانام على طول دي صعب. في نقطه مهمه جدا كلكم بتحبوا تسالوا فيها دايما يعني، وبصراحه شفناها كتير قوي من العيانين، بيجوا العياده بيبقوا عايزين يخسسوا مكان معين، وبيبقوا تايهين قوي مش عارفين ده بيخس بحاجه معينه، ولا انا اعمل دايت او اعمل نظام غذائي معين عشان اخس المكان ده. او في ناس برضو بتيجي تقول لي في اكل معين ينزل لي الحته دي. لا، هو الدنيا مش بتمشي كده، مفيش حاجه اسمها اكل معين يخسسني في المكان المعين، بس احنا في كرايتيريا او زي حاجات معينه عشان نقدر نقول الشخص ده محتاج اصلا نظام يمشي عليه عشان يوصل للوزن اللي هو عايزه، ولا هو مشكلته في مكان معين ومحتاج حاجه تانية غير ان هو يمشي على نظام غذائي صح. ايه رايك يا دكتوره؟ بص، في ناس كتير بتيجي بتقول نفس الكلام ده. طب انا يعني هو مثلا وزنه مثلا 100 والمفروض يبقى 60 او 70 مثلا، تمام، فليه انا مشكلتي بطن؟ لا، هو انت المفروض نخس في الاول كويس وبعدين نتكلم بعد كده عندنا مشكله بطن ولا ما عندناش. تمام، يعني مثلا المفروض قدامنا 20 كيلو او 30 كيلو نخسهم معاهم رياضه كمان. ابتدي اتعب نفسك في الرياضه شويه، بلاش نستسهل، بلاش نبتدي نفكر طب انا عايز اخد ادويه، طب انا عايز اخد مثلا جلسات. الجلسات مش هتفيد معاك، ان انت اصلا وزنك عالي. ايوه، النقطه دي يا جماعه مهمه بالزبط. عشان الناس بيبقى وزنها عالي جدا وفاكرين، لان للاسف في بعض الناس او بعض الاماكن يعني بتروج فكره ان الجلسات دي سحر، او الحقن لتخسيس الاماكن الموضعيه او دهون الموضعيه دي سحر تتعمل لاي حد. لا، هي الحاجات دي كويسه جدا جدا جدا، بس مع شروط معينه، مع شروط معينه واوزان معينه. ايوه بالظبط كده، يعني لازم انت خلاص انت وزنك كويس. انا وزني وصلت الوزن اللي انا عايزه، بس انا عندي منطقه متضايق منها، عندي بطن متضايق منها، ساعتها ممكن نبتدي نعمل جلسات، ممكن ساعتها نبتدي نعمل جراحه تجميل، يعني فيها كذا حل. بس اوصل وزن اللي انت عايزه الاول، وتعب نفسك شويه في الرياضه، يعني ممكن مع الرياضه برضو مع الوقت لا نبتدي المنطقه اللي احنا تلاقي الدنيا ابتدت تتحسن كتير، المنطقه اللي احنا بنشتكي منها دي اتحسنت، ومش محتاجين نعمل اي حاجه، مش محتاجين تدخل جراحي، مش محتاجين نبتدي نعمل جلسات مع الوزن اللي احنا خسيناه. بالظبط، جلسات يا جماعه، والحقن اللي بتفتت الدهون او الحقن للاماكن اللي فيها دهون الموضعيه هي تجميليه، مش عشان اخس وزني كله، لان في ناس فاكره ان انا هحقن هنا ولا اعمل جلسات انا وزني كله بينزل. لا، هي تجميليه للاماكن اللي فيها دهون موضعيه بعد ما نكون وصلنا تقريبا اللي احنا عايزينه، يعني قرب الايديال ويت تقريبا، ساعتها ابتدي بقى اعمل الحاجات دي. بالظبط كده، بالظبط. طيب دلوقتي بقى نعمل لكم فقره كده لطيفه، نقعد نتكلم معاكم على شويه حكايات العيانين اللي احنا بنشوفهم في العياده عشان تستفيدوا برضو، يعني احنا شفنا عيانين كتير وعرفنا طريقه تفكيرهم عامله ازاي، ومن الحكايات دي هنديكم الخلاصه كده عشان تستفيدوا. قول لنا بقى كام حكايه. في واحد ومراته كانوا عندي مره في العياده، فبيقول لي بص انا بالليل لازم واحنا نايمين نحط جنبينا صينيه بسبوسه وصينيه كنافه، وكل ساعه او ساعتين حد بيصحي التاني يقوم ياكله. ده حقيقي؟ اه والله، يعني مثلا هو ساعتين
بيصحيها يلا هاتي الصنايعيه ده لازم ياكلوا ويناموا معاد البسبوسه بالظبط كده والله ساعتين لا يلا نصحى ناكل حاجه تانية اوكي وهكذا بقى طول الليل ده كارثه بالظبط كارثه يعني كارثه بس دي كانت بتضحك جدا. حاجه تانية بقى ان في برضو ولد كان صغير هو بصراحه هو عنده مرض الاكل هو بيحب الاكل أوكي. فهو كان عامل عمليه سمنه فهو كميه الاكل بتاعته كده كده قليله مش كبيره تمام. يعني ممكن ياخد نص ساندوتش ويشبع مثلا بالظبط كده. فهو كان بياكل بقول له انت بتاكل قد ايه بيقول انا باكل فول وطعميه وبطاطس بقول له واحد فول واحد طعميه انا اتخضيت يعني كميه كبيره فبيقول لي لا اتنين فول واتنين طعميه واتنين بطاطس ده بعد العمليه بعد العمليه احنا بنشوف اهوال بعد العمليات والله يا جماعه فانا بقول له بتعملها ازاي بيقول لي لا باكل نص ساندوتش وادخل ارجع احط صباعي وارجع الاكل كله أوكي. وارجع اكمل النص التاني وهكذا لغايه ما اخلص سته. دي مشكله كبيره ودي هنعمل لها حلقه مخصوص يعني دي مهمه جدا بالظبط كده. احلى حكايه حصلت بقى ان في واحده كانت هي وجوزها ما كانوش بيخلفوا أوكي. وهي كانت وصلت حاجه 40 سنه وخلاص هي نسيوا الخلفه يعني وزنها كان عالي جدا وابتدت تخس وخست الوزن اللي هي عايزاه فجاي عندي العياده بتقولي على اعراض معينه وكده قلت لها طب معلش ما تطلعي تعملي اختبار حمل كده بتقولي لا انسى انا خلاص انا نسيت أوكي. الموضوع ده لو مش مصدقه أيوة مش مستوعبه الفكره اللي هو قلت لها طب معلش يعني. اطلعي بس اعملي اختبار حمل ونشوف كده تاني يوم جات لي لا حامل مجرد ان هي خست قالت لك وشك حلو عليا دكتور لا مجرد ان هي خست ان هي كانت لما كان عندها سنه وكان عندها زياده في الوزن ما مش بتعرف تخلف اول ما ابتدت تخس حتى لما كبرت لا خلفت ما شاء الله يعني يا السمنه يا جماعه بوابه لامراض كتير جدا 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 ومنها كمان فعلا العقمه او قله ان الشخص ما بيبقاش عارف ان هو ينجب دي يعني من السمنه حقيقي بالظبط يعني. بالظبط كده اوكي. طيب برضو في حكاوي كده بعض الناس يعني اللي بتبقى ملتزمة أوفر أو زيادة يعني أنا كان عندي عيانة الحقيقة ما عنديش حد ملتزم مفيش حد بالزيادة قوي كده لا لا أنا كان عندي الحقيقة عيانة بس الحقيقة يعني ربنا يديها الصحة يعني هي كانت عاملة عملية والمفروض أن العيانين بعد عمليات السمنة المفرطة عموما بيبقى نظام حياتهم مختلف خالص كميات الأكل بتبقى قليلة ودي هنكلمكم فيها في حلقة جاية بس هي كانت من شدة الالتزام يعني كانت بتقول لي أنا خايفة لخبط جدا أنا نص الزيتونة باكلها مع الفطار ونص الزيتونة باكلها مع الغداء فلو قلت لها انت اكيد بتهزري يعني قالت لي لا والله انا ملتزمه جدا وعشان مش عايزه اتخن وبقسم الزيتونة على مرتين يعني فلو ده اكيد مش حقيقي يا جماعه لا مش الدرجه دي يعني فيلم اكس لارج كده اللي هو كان في زيتونتين بقت زيتونة واحده بقت زيتونة واحده بالظبط كده. في نقطة مهمة جدا حابة نتكلم فيها مع بعض الناس اللي بتحب دايما تاكل حاجات حلوة او حاجات مسكرة الصبح وبيبقوا رودين تماما ان هما ياكلوا فطار عادي او اي حاجة حادقة عايزين دايما حاجة حلوة او حاجة فيها سكر الصبح رأيك ايه يا احمد في الموضوع ده؟ بص دي بنشوفها كتير قوي في العيادة بيجي يقول لي مثلا انا بحب اخد شاي بلبن الصبح خصوصا احنا في الشتاء فبحب اقوم الصبح اخد كوبايه شاي بلبن وجنبها حاجه مثلا بسكوتين شوفان المعروفين دول بالظبط كده بسكوتين الشوفان مثلا بسكوتين شوفان بشوكولاته مثلا لو حاجه مسكره برده في الاخر او حته شوكولاته او مثلا كيك مثلا او بقسماط اي حاجه تتسقى كده في الشاي بيحضر نفسه لغايه ما يروح الشغل يبتدي يفطر بقى سندوتشات الفول والطعميه مع اصحابه تمام فاحنا بنقول له لا بدل الموضوع ده بدل ما تبقى حاجات مسكره مصنعه حاجات مسكره طبيعيه زي الفاكهه زي مثلا تمرتين ثلاثه مثلا مع كوبايه الشاي بلبن مفيش مشكله خالص شوكولاته دارك شويه مكسرات نيه ممكن زبادي مثلا بمعلقه عسل جرانولا مع فاكهه مجففه مثلا مع شويه زبادي كل دي بدال حاجه مسكره واخدت اللي انت عايزه من السكر وفي نفس الوقت ما بزيتش نفسك بالزبط. اخدت حاجه مسكره اخدت سكريات طبيعيه مش سكريات مضافه مش حاجات محطوط مش حاجه مضاف اليها سكر هي ده السكر الطبيعي اللي جوه الحاجه اللي ربنا خلقه يعني مش هيبقى مؤذي ولا هيبقى فيه اي مشكله اخد بالنسبة. السكر الطبيعي بتاعه خلاص بالظبط وعشان كده يا جماعه انا حضرت لكم النهارده كده مفاجاه معايا فقره كده لطيفه معانا ايه هتعمل لنا وجبه صغننه كده حاجه حلوه ممكن نفطر بيها الصبح وهي صحيه جدا ومش هتبقى مؤذيه خالص ممكن نبتدي بيها يومنا وعشان دكتور احمد تعب معانا النهارده في الحلقه ومحتاج ياكل فاحنا هندوقه من الحاجه اللي احنا هنعملها وانا وهو هناكل غالبا يعني فهندوقه الحاجه الحلوه اللي احنا هنعملها.